دكتور هذا الزميل الوجه التلفزيوني خيري رمضان، والله مداخلة جميلة من الإعلام القدير حقيقة، والرجل الجميل يعني الأستاذ خيري. نعم، ووضع أصبعه على الألم يا دكتور، على الألم، وأنا سأستغل هذه الفرصة وأطلق رسالة لقادتنا وزعمائنا ورؤسائنا وكبارنا، أقول لهم، وأنا طبعا لا أشك في نواياهم، بالعكس أنا متأكد أن نواياهم في الاتجاه السليم، عكس بعض القوى للأسف التي تستفيد من استمرار الوضع المتكهرب والمتوتر يا دكتور والمتشنج، أقول لهم عليكم أن تتخذوا خطوات عملية اليوم قبل الغد لئلا يحترق ما بقي من عالمنا، في إغلاق وإخراس كل القنوات الطائفية التي تحرض على الكره والعنف. يا دكتور لديك قنوات يفتى فيها، قنوات فضائية يتابعها الملايين، بالذبح يا دكتور، اذبحوه، اسلخوه، اقتلوه، هل هذا معقول؟ أين نعيش نحن؟ ترامب في زيارته الأخيرة للمملكة قال عليكم أن تحاصروا الإرهابيين وأن تطردوا الإرهابيين بلادكم، أليس كذلك؟ كيف نفتح قنوات إرهابية يا دكتور؟ من الذي يمولها؟ من الذي يسمح لها أن تبث؟ يجب أن توقف القنوات الإرهابية والقنوات التي تحث على الذبح والقتل والكره والتكفير، أليس كذلك؟ يجب أن نكون جادين، ولا يطلب فقط من أمثالنا، نحن غلابة مفكرين وعلماء وكذا أن نعالج كل شيء، بس يطلب من أمثالنا بصراحة أن نكون صادقين وأن نعبر عما يختلج في ضمائرنا، أن نقول هذا بوضوح. هذا خطر، وخطر جدا جدا جدا. على الحكومات أيضا والقادة والزعماء أن يتحملوا نصيبهم المسؤولية، وألا يكونوا متهاونين، هذا مهم. الجزء الثاني عاد يتحملوا العلماء والمثقفون والمفكرين والمشايخ والخطباء والوعاظ. نعم أنا مع الأستاذ الفاضل، نحتاج فعلا يا دكتور تغييرا يقلب الأمور رأسا على عقب. صحيح كلام كثير يا دكتور في الترهيب، كلام كثير جدا جدا في المختلف وليس إيه في المؤتلف، كلام كثير فيما يقسم ليس فيما يجمع، يجب أن تنعكس هذه الصورة، أن نقلب هذه الوضعية يا دكتور. أليس كذلك؟ دائما أقول القرآن الكريم كل 200 آية، كل 200 آية تتحدث عن الرحمة والعفو، 17 آية تتحدث عن العذاب الإلهي. إذن معناها لكي تكون أنت مفكرا قرآنيا، فقيها قرآنيا، واعظا، خطيبا قرآنيا، يجب أن تعكس الخطة القرآنية، لا تأتيني بخطة من لدنك، صحيح؟ لست إلها، لست مشرعا، عليك أن تكون متواضعا مع القرآن العظيم. القرآن يعلمك، أخطب 20 خطبة عن العفو والصفح وسعة رحمة الله، وخطبتين هي أقل حتى من خطبتين، وخطبتين عن إيه؟ الترهيب والتذكير بالعذاب الأليم والخزي في الآخرة، هكذا تكون قرآنيا بهذه الطريقة. وذكرناها على فكرة مثل هذا في صحوة واحد، بهذه الطريقة أنا متأكد والله لست أتردد يا دكتور، والله بهذه الطريقة سوف يعتدل ميزان المجتمع والناس، سوف تقبل الناس على الله أحسن. هذول يظنون أنه بالترهيب المتواصل الناس تستقيم وتخ... غير صحيح. أكبر قوة يا دكتور على الإطلاق تبعث الإنسان وتحركه ليس الكراهية وليس الخوف، الحب أولا. الكراهية قوة محركة مخيفة، لكن الحب أقوى بكثير يا دكتور، وهو رأس مالنا. يعني طاقة الحب أقوى من طاقة الكراهية يا دكتور؟ أقوى طاقة على الإطلاق يا دكتور. الحب روح الوجود كما قلنا ملاط الوجود كله، تخيل. الله عز وجل لأنه أحبنا خلقنا، لو له أحبنا ما خلقنا، ما أعطانا نعمة الوجود، أليس كذلك؟ وهو مصدر كل محبة، لا إله إلا هو مصدر كل محبة، جميل. هو الذي يخلقها ويوجدها، وهذا معروف. إذن نحتاج إلى قلب خطاب يا دكتور، تدعيم.